يقول: رأينا عند صعودنا إلى جبل النور بأشخاص يضعون نقودا لرجل يعمل على تسهيل الطريق للمارة على جبل النور قاصدين غار حراء، بمعنى أنه كان يعمل سلالم من الإسمنت، ويقول: تصدقوا بقيمة الإسمنت وهي صدقة تثابون عليها، ما حكم ذلك؟ كذاب، هذا كذاب، ولا يجوز عمل مصاعد لجبل النور ولا عمل درج يشق على المسلمين ويغرر بهم ويأخذ أموالهم، وهذا بدعة وغير مشروع، ولا يجوز الذهاب لجبل النور. من اللي قال لهم اذهبوا جبل النور أو اصعدوه وهو شاق وطويل ومهالك؟ هذا كله من عمل الشيطان، ولا يجوز هذا العمل، ويجب أنه يردع هذا الذي يغرر بالناس ويأخذ أموالهم. نعم.